كنت من محبي الأماكن الهادئة والساحرة وتفكر بالسفر، عليك التوجه بلا تردد إلى جزر المالديف التي تعد أحد أروع الأماكن السياحية الاستوائية على الإطلاق. تقع المالديف في قارة آسيا في المحيط الهندي، وهي دولة مسلمة، وكان العرب قديماً يسمونها ذيبة المهل، ولاحقاً حرف الاسم وبات مالديف، وهي تشمل تقريباً 1190 جزيرة مرجانية جمعت في سلسلة مضاعفة من 26 جزيرة مرجانية. عندما تتجول كسائح تبهرك المناظر الساحرة والمياه الزرقاء المضيئة والشمس المشرقة. وما يميز المنطقة اعتدال طقسها، إذ تصل درجة الحرارة الصغرى إلى ما يقارب 24 درجة مئوية، أما العظمى فتصل إلى 30 درجة مئوية تقريباً، ويصل متوسط درجة الحرارة اليومية إلى ما يعادل 27 درجة مئوية. تعتبر المالديف قبلة للسياح من كافة دول العالم، ولذلك فهي تضم العديد من المنتجات الفاخرة وشواطئ الرمال البيضاء ومياه الزبرجد، كما تعتبر وجهة مفضلة لمحبي السباحة مع الحيتان والغطس وصيد الأسماك وركوب الأمواج. حكمت بريطانيا جزر المالديف 78 سنة بوصفها محمية بريطانية، لكنها استقلت في عام 1965، ويبلغ عدد سكانها 3009 نسمة، وعاصمتها مالي.